لا انا عندي سكام يقول انفها ملتهب. طب انا اطمنت عليكي بقى، استاذن انا لو عوزتيني بكلميني. لا استنى، رايح فين؟ عشان خاطري يا فارس اقعد معايا شويه، انا محتاجه اتكلم مع حد عشان خاطري 5 دقايق بس وبعدين روح. تفتكر يا فارس انا مبسوطه بالحياه اللي انا فيها دي؟ ده اللي يشوفك من بعيد يقول عليكي مبسوطة. برافو عليك. بعيد الناس كلها مصدقة الماسك اللي أنا لابساه، بضحك طول الوقت ولبسي كله على مود، يعني على آخر مود، بس ما حدش عارف قد إيه أنا بكره الظروف اللي وصلتني لكده. ما يعرفش يقول عدس. يا فارس أنا اتولدت في بيت الأب كل شغلته إنه يخلف بنات وبعدين يجوزهم لرجالة كبار ويقبض تمنهم، يعني ما يفرقش كتير عن أي قوات. أورني يعني؟ بالظبط. الله عليه السلام، أبوك طلع أورني؟ لما كبرت ابتديت أفهم، لقيت الموضوع بيع، فقلت بيع ببيع واستفيد أنا أحسن. والله عدك العين. فبعت نفسي لسليم وبقيت زي ما أنت شايف، نانا هانم. نانا هانم اللي من وهي عيلة صغيرة بتحلم انها تقابل حد من سنها زي اي بنت عادية. عارف يا فارس، انا عمري ما حبيت قبل كده. نفسي احب واحد يكون راجل بجد اعيش معاه اللي عمري ما عشته. مش قادرة أنسى اليوم اللي دخلت عليا أوضة النوم جسمك لمس جسمي. إيه؟ قمت ليه؟ بص يا نانا، أنا عارف إن أنا فيها حاجات وسخة كتير، بس ما توصلش إن أخون ولي نعمتي. أنا ممكن أكون عايزك بس ما ينفعش. هو إيه اللي مش هينفع يا زبالة؟ هما السطرين هيهبوا عليا انا ولا ايه؟ فوقي. سطرين يا جربوع يا بيئه يا واطي يا معفن، انت زيد نفسك. انا نانا هانم، يعني ما تقلش ما ينفعش. بص السنين ده وحياه امك لاجيبك راكع تحت رجلي.